انا اغاني الافلام كلها بحبها، وخصوصا الفتره اللي بتتكلم عنها دي تحديدا. الفيلم كله هو بيلف حوالين الاغاني. يعني تيجي لقطه الاغاني بالنسبه لي هي اللي كانت بتخليني استنى الافلام دي. يعني انا وانا صغير بالنسبه لي ممكن مابقاش فاهم القصه قوي، بس ودني مستنيه الاغاني، لان انا كل فيلم ممكن ابقى شفته مره مرتين بس ببقى معلمه بالاغاني بتاعته. طب انت عملت اغنيه فيلم حلو قوي، حريم كريم. حريم كريم عملت بسلم عليك. بسلم عليك بالزبط. وكانت اغنيه من احلى الاغاني جوه الفيلم، كانت عامله جو بجد بجد، خدمت فعلا الفيلم جدا. دي من جداً. الحاجات على فكره اللي شجعتني اغني الاغنيه دي. ما انا عارف، لان هي لما نزلت بعد فتره الديمو اللي انا كنت عامله اتسرب بصوتي، بس كان موجود في كل حته وناس بتسمعه بس مكتوب عليه واما. والله انا علمك انا فرحت وزعلت. فرحت ان صوتي بدا يوصل وزعلت انه اسمي مش عليه، بس قلت الاهم ان هو ان صوتي بيوصل، فاضل ان انا الزق لهم بس اسمي. صوتك يعني وصل في الاغنيه دي، وصوتك وصل كمان في الاغنيه بتاعه الشهيد اللي غنيتها انت وزيزو. يا بلادي طبعا، يا بلادي طبعًا. دي كانت يعني طبعًا. كانت حاجة مرعبة. يعني أنا بعتبر أكتر حاجتين برضو بحبش أقارن، يعني بعتبر أكتر حاجتين نجحوا في حياتي يا بلادي ووعديني. الاتنين دول خطوتين مهمين حاسس بيهم في كل مكان بروحه بتسأل عليهم، ف يعني كنت محظوظ الحمد لله بيهم.